ضرب وإهانة وعلى طول. وعلى فكرة هذا هالاستشارة فيها ثلاث بوكسين ثانيات يعني، على كلامك، على كلامك بدون ما أسمع منه صعب، ولكن على كلامك على هالاستشارة أنا أقول لك يا أختي اللي ما رضى على بنتي ما رضى عليك. هذا الريال يجب يا إما يحال إلى شخص مختص يساعده نفسيا واضح، نتأكد أنه ما عنده مشكلة نفسية، ما يتعاطى، ما يشرب، لأن هذا الفعل يعني عنف أسري يأثر فيك ويأثر في عيالك. نتأكد ما عنده هذا الشيء تماما، متأكدين هني تنتقلين للشيء اللي بعده اللي هو اللي يؤسفني أني أنا أقول هالشيء، أنا ما أحب، لكن اللي ما أرضى على بنتي وعلى نفسي ما أرضى على الناس. طلق للضرر في دولة الإمارات تطلقين لسببين، هذيلا واضحات، هذيلا ما في نقاش فيهم والأمور طيبة سريعة. رقم واحد طلاق للضرر، العنف الأسري، الضرب هذا لك الحق فيها، لأن الإهانة لا تنفع، ما تنفع، أنت مو ماخذنها من بيت أبوها عشان تهينها وتضربها، ما حد يرضى. اللي ما ترضى على أختك ما ترضى، هذا إحنا قلنا شو، ما عنده مشكلة نفسية، وغالبا عندهم، غالبا عندهم، وغالبا وفي وغالبا ما يتعالج، لكن في ناس تتعالج، وفي ناس تتأسف وتعتذر وكذا. راح نتكلم على الضرب المستمر، المستمر يعني. أنا جتني حالة استشارة من كثر ما كان إهانات، إهانات والضرب، ضرب وقطع إصبعها بالساطور يعني هالكلام لا. فهي بروحها طلقت منه يعني، شردت هي وعيالها. والطلاق الثاني اللي هو طلاق بالتراضي، هذا اللي انتو اللي انا مريت فيه، وهذا الشيء يعني بالتراضي بينك وبينه، وتتوكلون على الله وكل حد يروح في حال سبيله، ولا حد يعني يزعل الثاني، ولا حد يؤذي الثاني وخلاص. اما بهالطريقه هذه يعني يا علاج يا قضاء، ما في.